السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بنشوف مع بعض برنامج اسمه D5 ريندر، وبرنامج قوي جدا وفي شوية مزايا. هو قريب من اليومن وفي شوية مزايا لليومن وفي بعض المزايا للD5. انا بشتغل بالاتنين، يعني انا ساعات باخد شغل كده فريلانسر، ساعات بشتغل بده وساعات بشتغل بدوت. طيب ده البرنامج، وهنشوف ازاي ان احنا نصدر من الريفت او من السكتش اب اللي هو معمول بلاجين، تقدر تصدر من الريفت للدي 5 ريندر على طول. هنا بتلاقي بعض اللقطات، انت ممكن اي وقت تضيف سنس معين، يعني ممكن مثلا تيجي كده بالشكل دوت. الحركة فيه سهلة جدا من خلال ال W وال A وال A وال S وال D، وبتلف من خلال ال D5. مثلا عايز تاخد لقطة كده وتقول له سيفالي، فتبقى تقدر تجيلها في اي وقت، ولو عدلت فيها تقدر تعمل لها ابديتد لو انت حابب. هتلاقي مثلا لو انت عايز تضيف لايت هتيجي هنا وتقول له ان انت عايز تضيف لايت، هنقول له هنا اد لايت، فبيقول لي هل انت عايز بوينت لايت ولا سبوت لايت ولا ستريب لايت ولا ريكتانجل لايت. بوينت لايت هحطها هنا مثلا، هل هي اتضافت عندي هنا في الاوبجكت، فتقدر في اي لحظه ان انت تطفيها او تفعلها او ان انت تعملها قفل بحيث ان محدش يقدر يحركها. تقدر تيجي هنا وتحرك اللايت زي ما انت عايز. لاحظ ان الزرار بتتغير في نفس اللحظه. اهوت. وتقدر تعمل لها روتيت لو انت حابب لللايت بالشكل دوت، وكل لايت من اللي هنا تقدر ان انت تطفيها لو انت حابب بالشكل دوت. ممكن تقول لا انا عايز اضيف سبوت لايت بالشكل دوت اهو، بحيث ان هي تبقى على شكل زي مثلث كده نازل لتحت. تقدر تحط اللايت زي ما انت عايز، عليكم مثلا بالشكل دوت. ممكن تضيف باص بحيث ان الناس هتبدا تتحرك او عربيات هتبدا تتحرك. ممكن مثلا نضيف مثلا زرع مثلا، طبعا ده المفروض يبقى بره المشهد، بس خلينا مثلا ايه نقول ان احنا نحط حاجة هنا كده مثلا، ندوس عليها وتقول له داونلود. هو بيبدأ يحملها من على الانترنت. طيب هتختار كده وتبدأ تعمل ايه إضافة للمشهد بتاعك، كأن احنا عاملين زرع داخل المبنى. تقدر هنا تيجي تتحكم في الكاميرا الاكسبوجر بتاعتها، ويمكن هو الاكسبوجر بتاعتها أقوى من الريندر. هنا تتحكم بقى في بتاعت العين، الفيلد اوف فيو، الديسبلاي. هنا ممكن تقول له الإنارة ممكن تقفلها، هو أنا أخفى المكان بتاع الإنارة. هنا المود ممكن تخليه مثلا بالشكل دوت واير فريم، أو ممكن تخليه كلاي بالشكل دوت. ممكن تقول له الريال تايم عايز أشغله أو أطفيه. الكواليتي ممكن تخليها هاي، أو نخلي الهاي دي لما نيجي نصدر الفيديو رندر بريفيو. ففي ثواني كده يبدأ يظبط لك على أحسن حاجة ممكنة. وانت هنا بقى بتيجي في الانفيرومنت، ممكن تقول له أنا عايز مثلا أتحكم فيها بالشكل دوت، الإنارة الخارجية زي ما انت عايز، النورث أوفست عايز يبقى فيه كلاود أو مش كلاود. هنا هتلاقي الايديت لو انت عايز تعمل تراجع او حاجة من الحاجات ديت. كده احنا خرجنا بره اللقطة خالص اهو. ده المنظر اللي هو بره الاكستيريور، تقدر تغيره زي ما انت عايز. ممكن تخليه في الايفنينج،
ونقدر نظبط الاعداد بتاعت اللايت مثلا، الروتيت بتاع المشهد، الكلر تمبريتشر بحيث يبقى مثلا زي كده، اهو بيبدأ يتحمل المشهد بتاعنا. هنا افكت تقدر تضيف الافكت اللي انت عايزه، من حيث مثلا اكسبوجر، اوتو، هو بقى يبدأ يظبط كل حاجة، اللينس، فلير، الشادو، الهايلايت، الكونستراكت. طيب لو انت مثلا عايز تاخد صورة، نرجع جوه المشهد، عايز تاخد صورة فبتقول له عايز اخد صورة، فبيقول لك الايمج عايزها صورة ولا بانوراما. الفيلد اوف فيو تقدر انت تقرب وتبعد بالشكل دوت، تقدر تشوف الاسبكت راتيو، الاسبكت سايز، وتقدر تقول له انا عايز اعمل الرندر ناو، فيقدر يعمل لك الرندر على طول. او ممكن تقول له اد تو ريندر كوي، يقدر هو يعمل لك الريندر بعد ما تخلص خالص، يعني ممكن تحط له كذا لقطه ويعمل لهم ريندر مره واحده. هنا الفيديو، خليني الغي المشهد دوت. تقدر تقول له مثلا عايز اضيف كاميرا تانية، هو يبدا يعمل حركه بينهم. ممكن تحرك الكاميرا او مجرد ان انت تلف كده شويه اهو، وتقول له خد لي صوره كمان، ممكن مثلا هنا، بحيث ان انت لما تقول له شغل يبدأ ان هو يحرك الكاميرا. ودي لو في اي لقطات انت قلت له اعملها رندر بعدين يبدأ يخلصها لك، هنا يبدأ يجيب لك اللقطات اللي المفروض تعمل لها رندر. دي نظر سريع على البرنامج. من هنا تقدر تشيل وتحط، مثلا تقول له اخفي لي الريسورس او اللايت ريسورس، تقدر تتحكم في القوائم اني فيهم اللي يظهر واني فيهم اللي يختفي، تقدر تسيف المشروع بتاعك بحيث ان انت تكمل شغل عليه. وفي هنا شوية اعداد، ان شاء الله يكون لنا فيديوهات تانية برضو مع D5 Render.